اخد راي حضرتك في اللاعب قبل ما يجي النادي الاهلي، وهل الكابتن انيس بما انه عنده علاقه جيده مع النادي الاهلي وهو محب للنادي الاهلي ومشجع، هل كان ليه دور في تخليص الكابتن علي من الصفاقس للنادي الاهلي؟ لا، هو شوف، اي نتصور يعني اي حاجه مربوطه بتونس او المغرب او الجزائر الوطن العربي، يعني مش تكون فيها استشارات، لكن يعني فنيا ما نتصورش انه النادي الاهلي يعني اليوم باش ينتدب لاعب من تونس وما يكونش في استشارات، لانه بتفرح كابتن انيس بكده؟ بيكون فرحان من جواك النادي الاهلي لسه عنده ثقه في الكابتن انيس بجلبان لما بيكون في لعيب بيحب يرفع سماعه التليفون عليه وياخد رايه؟ اللي قلت يعني لو ما فيش ثقه ما كانش النادي الاهلي، يعني صح. اهم حاجه انك تكون انه ثقه وانه تكون يعني صادق. الانسان الصادق هو اللي يقعد تقعد علاقته كبيره خاصه في النادي الاهلي، يعني لو ما فيش صدق مستحيل، يعني ممكن استشيرك مره بعد شكرا. يعني فنيا كما قلت لك، يعني انا نعرفه كما نعرف اللاعبين التوانسه الكل، يعني نعرف وتقييم يعني والرؤيه، يعني في لاعبين كبار وممتازين وما يجمش يكون ما يجمش يلعب في النادي الاهلي، يجم يكون لاعب ممكن الناس تشوفه متوسط، لكن هذا هو النادي الاهلي في حاجه ليه. ف على حسب الدور اللي ناخذه، يعني تعرف احنا في النادي الاهلي كل واحد عنده دور، يعني مش نتكلم. لقيت كابتن ردود الافعال اللي قالت وانتقدت في الاول تعاقد الاهلي مع ظهير ايسر تونسي، يعني الاولى الاهلي كان يتعاقد مع راس حربه، لكن وجود ظهير ايسر تونسي ما حدش كان عنده رؤيه مستقبليه اللي هو هيكون افضل ظهير ايسر في مصر وافريقيا، هيكون هداف الفريق ويكون سبب ليه دور كبير جدا في فوز النادي الاهلي بلقب الدوري العام، لكن كابتن انيس كان عنده الرؤيه دي وممكن يكون كان نقلها للجنه الكوره او مجلس الاداره في الوقت الحالي، ان هو قال لهم ده واحد من افضل اللعيبه اللي موجوده في تونس ومركز الظهير الايسر. هو الاستشاره، يعني انه في حد كلمني يعني طبعا شو رايك في علي معلول فنيا؟ علي معلول يعني الناس كلها قلت لك تعرفه امكانياته، كنت متاكد من نجاحه رغم انه الفتره الاولى ما كانت سهله، وكان بفتره اول ما انضم النادي الاهلي كانت اول 6 شهور وديما البدايات صعبه، لكن كنت انا متاكد انه علي معلول من نجاحه في النادي الاهلي، لانه عنده المواصفات، يعني تحسه علي معلول كان ناجح جدا في النادي الصفاقسي، ولعب النادي الصفاقسي يشبه كثير لعب النادي الاهلي، فاي واحد ناجح في الصفاقسي يقدر ينجح في النادي الاهلي. عايز اكلم كابتن برضو على وجود حضرتك في النادي الاهلي واستقبالك في تونس، لاعب تونسي بس بتلعب في صفوف النادي الاهلي. انا عارف ان حضرتك